في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة، والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان الأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل. الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم بعد فحص ملفاتهم من قبل لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية للتأكد من توافر شروط العفو، وفي أجواء احتفالية بدأ تنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج عنهم. نشكر الرئيس على عفو 25 يناير، وإن شاء الله تبقى بداية جديدة لينا. أنا فرحان بالعفو اللي ربنا كرمنا فيه، وكرم من عند ربنا، ومبسوط ان انا اروح لعيالي وربنا يخلي لنا الرئيس. فرحانه قوي النهارده، اتفاجئت ان ندهوا عليا بالعفو، الحمد لله. بشكر سياده الرئيس، بشكره قوي 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 على الحاجات الجميله اللي عملها، حاجات كويسه لينا جدا. العفو ده النهارده ان هو رجعنا لبيوتنا ورجعنا لاهالينا واولادنا تاني، دي حاجه جميله قوي قوي. العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل هو فرصه لمن تنطبق عليهم شروط العفو لبدايه حياه جديده، خاصة مع ما توفره هذه المراكز من برامج إصلاحية وتأهيلية متطورة تسهم في تقويم سلوكياتهم وإكسابهم حرفة مناسبة، مع توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية. أنا فرحان إن أنا يعني الحمد لله ربنا كرمني في العفو دوت، وبأمر الله هبدأ بداية جديدة. إحنا تعلمنا هنا حاجات حلوة وهنطلع نعمل بيها بره إن شاء الله. مبسوطين بالعفو الرئاسي الحمد لله، ومبسوطين جدا والحمد لله يا فندم. إحنا تعلمنا هنا برضو، تعلمنا مهنة الحمد لله، ناكل منها عيش، مهنة شريفة الحمد لله. يعني على كل حال اتعلمت حرفة المخبز، إن أنا عجال بعمل عيش، ودي صنعة أقدر أكل منها عيش في الشارع. بشكر الرئيس على العفو عشان هرجع لعيالي وأبدأ حياة جديدة. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان الأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. امتزجت فرحة المفرج عنهم مع فرحة ذويهم الذين استقبلوهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة جديدة للحياة. أنا فرحانة إن ابني طالع النهاردة وعدي يوم عيد وياد اليوم الهني، وبشكر سيادة الرئيس وبشكركم كلكم، وإنتم نورتوا مصر كلها، وكل سنة وانتم طيبين. ما كنتش متوقع إن هو يخرج بصراحة. اللهم لك الحمد وألف شكر يا رب، وربنا يفرح الجميع زينا. يا رب خليك يا ريس ويصلح حالك ويعليك اللي انت طلحت لنا عيالنا النهارده، يا رب يا رب. احنا بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، وعلى العفو الرئاسي اللي عمله له النهارده، وبنهنيه على ايد الشرطه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو طلع ابننا في العفو، ويعيش السيسي. نقلة نوعية وإنسانية أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل في الإصلاح والرعاية المقدمة للنزلاء، وهو ما ينعكس على سلوك المفرج عنهم، فهم على استعداد تام للاندماج في المجتمع والبداية من جديد.